هذه أدعوكم داخل فيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى العمل قبل ما تنمو شهر يونيو القادم على إصدار كتاب أبيض يتضمن إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحليل الرزمنة القانونية الخاصة بالمرأة وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية. وسيصبح هذا الكتاب بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني الأحرار في ما يخص قضية المرأة. نساء الأحرار، وأنا أحضر جمع بينا هذا، لا يسعني إلا أن أتمنى تجاوبنا على الدعوة الملكية السامية، وذلك من خلال النقاشات التي فتحتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة. ولي اليقين شخصيا أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي بان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وترقي إلى مستويات الطموحات الحقوقية.